والشعر الجاف هذا دليل لأن الفروة ديال الرأس ديالنا ما فيهاش مواد مغذية، فروة الرأس ما فيهاش الماء، وكذلك فروة ديال الرأس ديالنا ما عندهاش لافيتويلاستين. لافيتويلاستين اللي هي المادة اللي كتحيي لنا الكولاجين ناتوريل، وهذا الكولاجين ناتوريل أو هذا الكولاجين الطبيعي اللي كيكون عندنا في الشعر ديالنا وفروة الرأس هو الأساس باش كتبقى الشعرة واقفة يعني بطريقة صحية، وكتبقى محافظة على اللمعان ديالها، وكذلك كتبقى محافظة على القصوحية ديالها. فالوصفة اللي كنقترح اليوم هي وصفة اللي غادي نستعملوا فيها بزاف ديال المكونات أو ثلاثة ديال المكونات اللي غادي تعطينا الرطوبة ديال الفروة الرأس ديالنا وترجع لنا المواد اللي تفقدت منها وفيها لافيتويلاستين. فالمواد هذه اللي غادي نستعملوا، غادي ناخذوا زيت لافوكا، لافيتامين او اللي مهمه، غادي ناخذوا زيت رشيم القمح، زيت رشيم القمح اللي كنلقاو فيها الاملاح المعدنيه وكنلقاو فيها لافيتويلاستين اللي هضرنا عليها، وغادي نحاولوا هاد المواد نديرهم في شكل كريمه. اذا باش نديروا الكريمه كنزيدوا عليها زبده الكاريتي. هاد الزبده هذه اللي فيها مزايا كبيره، فيها الاحماض الدهنيه الغير مشبعه. شنو كدير؟ كترجع لينا الماء اللي كيتفقد من فروة الراس ديالنا، كتحافظ لينا فروة الراس ديالنا وكتغلفها وكتخليها محميه ضد العوامل الخارجيه. وزبده الكاريتي كتعطينا واحد التغذيه متكامله لفروة الراس. اذا قلنا زيت لافوكا كناخذوا معلقه كبيره منها، ومعلقه كبيره من زيت رشيم القمح، وثلاثه ديال المعالق كبار ديال زبده الكاريتي. هاد المكونات كنخلطوهم في حمام مريم حتى كيتخلطوا، يعني كيولي عندنا واحد المحلول اللي كيكون جاري لان الزبده كتكون قاصحه. فكنخلطوا هاد المكونات كامله وكنحطوهم يبردوا، والكريمه اللي كنحصلوا عليها كنستعملوها ككريمه مغذيه في الليل. اذا كنوليو كناخذوا شويه من هاد الكريمه وكندهنوها، كندهنوا شويه منها على جلد الراس، يعني ما نحاولوش نكثروا منها، وشويه على الاطراف ديال الشعر ديالنا، وكنباتوا بها يوميا، وما كنقطعوش هاد الوصفه هذه، وكنبقاو مستمرين في الاستعمال ديالها حتى كيرجع الشعر للحاله الطبيعيه ديالها. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.